نادر؟ نعم لا ما بنادر، لأن أتوقع في كل الجامعات موجود نفس الآليات ونفس الطريقة اللي ممكن إنهم نعم يعني مش يشتغلوا حاجة عليها. مختلفة عن الجامعات أي الأخرى. ما نعم مختلفة. نعم التقليد مكلف؟ لا ما يعني ممكن تقليده. ممكن. نعم أيوة طيب منظم؟ منظم نعم، يعني ممكن إنه ينظم العمليات تدريس الطلاب والتواصل معهم. هذا كمان بيعتمد على المؤسسات، اللي كل مؤسسة على حدة قديش بتستفيد من التعليم الإلكتروني وقديش بتفعله بطريقة نعم جيدة وبتعمل التدريس الطلبة يعني بشكل أفضل يعني. طيب نروح على، إذا في عندنا واضح إنه يعني أنا وجهة نظري ممكن تكون باتجاه الإجابة الثانية، إنه التعليم الإلكتروني تكنولوجيا التعليم المستخدمة في سلطنة عمان أو في الجامعات العمانية ذات قيمة، لكن ندرتها مش كثير يعني، وتقليدها مش مكلف، وبالتالي معظمهم يستخدموا نفس البرنامج اللي هو فري أو البنية التحتية الداعمة. قديش هي منظمة ولا مش منظمة بتعتمد على كل جامعة كيف بتنفذ أو بتستفيد من تكنولوجيا التعليم الإلكتروني. طيب نشوف الخبرة التراكمية لشركة بي دي او. نروح على مين؟ على سالم علي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور، ورحمة الله. بخصوص الخبرة التراكمية، نعم ذا قيمة. نعم أما بالناحية الندرة، ممكن نعتبرها ندرة نسبية يعني، لأن في نعم شركات ما عندها الخبرة في مجال التنقيب والنفط لدرجة كبيرة مثل شركة يعني بيدي. خلينا نركز في مقارنتها مع الشركات العمانية أو الخليجية العمانية الموجودة. تمام أيوة نعم نادرة تعتبر، تعتبر نادرة. أما التقليد المكلف، نعم مكلف، صعوبة الحصول على شركات كبيرة مثل شركة بيديو. نعم منظم، يعتمد على التنظيم في تنظيم العمل في المجال النفط والغاز. يعني هل الشركة بتستفيد من خبرتها التراكمية في التنقيب والاستخراج والتعاطي مع قضايا التنقيب والاستخراج؟ هذا بدنا واحد من الشركة نفسها يقولنا هل بالفعل بيستفيدوا من هذا الكلام الخبرة التراكمية ولا. خدوا بالكم أنا بحكي عن الخبرة التراكمية، بحكيش عن كل شيء في شركة بي دي او، بحكي بس عن القدرة أو عن الكفاءة اللي مرتبطة بالخبرة التراكمية. في حدا عنده رأي آخر في موضوع بي دي او؟ نعم نعم دكتور. تفضل. ممكن ايش رأيك؟ ممكن يكون ذات قيمة الخبرة التراكمية، لكن مش تكون نادرة ولا تقليدها مكلف. مقارنة مع مين يا أستاذ علي؟ الشركات الخارجية النفطية. يعني في شركات مثلا ما تعتبرش الخبرة التراكمية لبي دي او بالنسبة لهم نادرة، يعني هذه شغلة موجودة في الشركات الأخرى المنافسة. بالضبط. يعني إذا قارنت تقليدها مش مكلف؟ تقليدها مش مكلف دكتور، لأن شركات هذه الشركات بتعمل في عمان ولا بتعملش في عمان اللي بتحكي عنهم؟ لا تعمل في الخليج بشكل عام. يعني خلينا نقول لو بدنا نقصر الموضوع على البيئة الداخلية، لو بدنا نحلل على البيئة العمانية فقط، بتكون الخبرة التراكمية ذا قيمة ونادرة ومكلفة في التقليد. لكن لو بدها تشتغل هذه الشركة في الخليج العربي ككل، بتكون ذا قيمة، لكن يمكن الندرة وأنه تقليدها مكلف ولا يمكن ما تكونش متوفرة بالشكل المطلوب. تمام هيك قصدك؟ لا لا دكتور بالعكس، هي تكون ذا قيمة لكن مش نادر ومش مكلف تقليدها. هذا لو بتشتغل في كل الخليج، بس في أيوة. عمان، على بس الخليج في عمان لحالها نادرة وتقليدها مكلف صح؟ تقريبا أيوة. ولا في شركات عمانية عندها نفس الخبرة التراكمية لبي دي او مثلا عمانية بتشتغل في عمان؟ دكتور في مش ما واضح لذلك الدرجة على المستوى المحلي، ولا في شركات عندها خبرة نفس الشيء.
دكتور. طيب مين عنده رأي آخر قاعد بحكي؟ حمد تفضل يا حمد. نعم دكتور، أنا اختلف في الرأي بخصوص فيديو. فيديو هي المؤسسة الرائدة في مجال النفط والغاز في سلطنة عمان، وطبعا انتقاءات مدروسة وانتقاءات ذا كفاءة ومهارات ويتم تدريسهم وصقلهم وتدريبهم على أعلى مستويات. فهي دائما تأخذ يعني مخرجات التعليم، دبلوم التعليم العالي، دبلوم التعليم العالي اللي فوق 90، نسبة بالتم فوق 90، وتصرف عليهم مبالغ طائلة في أوروبا وفي أمريكا لدراستهم وصقلهم. فهني طبعا بتكون نادرة، لأن هذا لا، أنت خذيت نخبة مميزة من صفوة المميزين في التعليم، دبلوم التعليم العالي. وأيضا هني أصبح هذا لو نظرنا للخبرة، لو نظرنا للخبرة من ناحية الخبرة الأفراد مش الخبرة الإجمالية للشركة يعني. كمل. حتى لو من ناحية الخبرة الشركية، لأن الخبرة التراكمية للأفراد تمثل في النهاية محصلة نهائية لمخرجات خبرات الشركة التراكمية. نعم. لو جمعناها فهي في النهاية محصلة لخبرات الأفراد التراكمية، فلذلك تعتبر ذات قيمة ونادرة وتقليدها مكلف. شايفين يا جماعة الاختلافات في الآراء، مشكلة النموذج أنه بيعطيكاش يعني حاجات objective، بمعنى تقييمات رقمية ممكن تعتمد عليها. هو في الآخر بيعتمد على آراء الناس المقيمين أكثر من اعتماده على أشياء موضوعية. دكتور، ثاني شيء، الشركات الموجودة عندنا ما تستطيع تدفع مثل ما تدفع فيديو من ناحية التدريب ومن ناحية الصرف ومن ناحية صقل المهارات. أيوة. فلذلك فهم إضافة إلى العمل. فأكيد يعني بعد هاي السلسلة من الخبرات، فأكيد هم عامل منظم مهم للعمل. طيب تمام، نروح على في حدا تاني بده خلص بي دي او بدنا نتجاوزها الآن، لأنه واضح أنا قلت لكم دائما في آراء متعددة. براءات الاختراع الخاصة بشركة جوجل، مين حاب يشارك معنا في براءات الاختراع الخاصة بشركة جوجل؟ صالح، أستاذ صالح. نعم دكتور. نعم يا أستاذ صالح، إيش رأيك في براءات الاختراع الخاصة بشركة جوجل؟ طبعا براءات الاختراع ذات قيمة، وهي نادرة يعني دكتور، نادرة جدا ومكلفة، وتقليدها مكلف طبعا، لأن شركة جوجل تضخ مبالغ كبيرة جدا في هذه البحوث لسوي غير كبيرة، وهي أيضا عمل منظم بما أن مكلف جدا. صحيح. شكرا لك. طيب مين عنده أي كلام ثاني في موضوع جوجل؟ أعتقد يعني ممكن نكون متفقين إحنا على قصة براءات الاختراع الخاصة بشركة جوجل، ولا في حد عنده رأي ثاني؟ دكتور. نعم. متى ما كانت براءة الاختراع، متى ما احتفظت الشركة بحقوق الملكية، متى ما احتفظت بالحرية التنافسية في هذا المنتج؟ نعم، احنا بنحكي بشكل عام عن براءات الاختراع تبعت جوجل، لكن طبعا اذا رحنا وفندناهم في شغلات انتهت، في شغلات صارت ما لهاش قيمه لانه قلدوها الاخرين. بس احنا بنحكي عن اداء شركه جوجل بشكل عام. هي شركه يعني براءات الاختراع فيها ذات قيمه ونادره مقارنه مع الشركات الاخرى، وتقليدها مكلف، وبالفعل جوجل بتستفيد من براءات اختراعاتها بشكل ممتاز جدا، وبالتالي هي منظمة والاستفادة منها منسجم مع سياسات وتطلعات ومستويات التطوير في شركة جوجل. نروح الآن على سمعة جامعة هارفارد والتصورات الذهنية عنها لدى الجمهور العالمي. فاطمة؟ أيوة دكتور، فضل. واضح صوتي؟ سمعت جامعة هارفارد معروفة يعني التصورات الذهنية أنها جامعة يعني ذات مستوى عالي، والأغلب يتنافس على أساس أنه يحصل يعني بعثة، لهذا هي ذات قيمة، وأيضا سمعتها نادرة وتقليدها مكلف جدا أن أي جامعة تنافس هارفارد، وأيضا منظم. وجهة نظري. أنت من وجهة نظرك إنه كل الأربع معايير بتنطبق عليها سمعة جامعة هارفارد، إنها ذات قيمة، نادرة،
يعني مش موجودة عند الآخرين عند الجامعات الأخرى بنفس الدرجة إلا عند جامعات قليلة ممكن في أمريكا أيضا قليلة جدا. أيوة. نعم تقييمها مكلف ممكن نقول في تخصصات يعني قد تكون وصلت للتقليد يعني بعض التخصصات، لكن يعني بشكل عام التنافس صعب شوية لسمعتها والتصورات أيضا ذهنية. تمام. طيب نيجي على موضوع أكيد في جدل حيكون، تكنولوجيا إدارة الأموال والحسابات المالية للزبائن لدى بنك مسقط. مين حابب يشارك معي في هذه النقطة؟ عن اللي هي مش عارف نافجة، بقول لك تفضل يا أستاذة نافجة بتجيش أنت، يعني يبدو مش عارف الصوت عندك مش واضح. تفضلي. أيوة دكتور. بالنسبة للبنك أيوة. مسقط بالمنافسة بينه وبين البنوك في عمان يكون ذا قيمة ونادر ومكلف. تقليده مكلف، يعني البرنامج تبع بنك مسقط التكنولوجيا اللي بتستخدم مثلا في علاج اللي هي معاملات الزبائن أونلاين. تقريبا هو بينه وبين البنوك اللي في عمان تكون مكلف. يعني على صعيد عمان ممكن يكون طبعا ذا قيمة من ناحية الندرة نادر انت بتحكي، تقليده مكلف. أيوة. أيوة. والبنك بيستفيد منه بدرجة كبيرة يعني منظم. أيوة. نعم. طيب مين عنده رأي آخر يا جماعة من الموجودين؟ حارث، تفضل أستاذ حارث. مرحبا دكتور. بالنسبة لتكنولوجيا إدارة الأموال ذا قيمة، فعلا ذا قيمة، لكن ما بنادر، لأن ممكن أي بنك يعني يعمل نفس البرنامج، يعني بحيث إنه يطلع يعني الزبائن أنت على كل الأعمال اللي الحين تتصلون. تقليد مش مكلف؟ التقليد مش مكلف نعم، لأنه موجود في كل البنوك أصلاً يستخدموا نفس يعني تقريباً. إنه موجود في كل البنوك نادر، لكن تقليده مكلف لحاجة ثانية. تفضل كمل. منظم، ومنظم بالنسبة ينظم الأعمال، يعني فعلاً ينظم يعني. يستفيد منه البنك. أي يستفيدوا منه الزبائن والبنك، يعني ينسجم مع سياسات البنك وتوجهات البنك وهكذا. نعم. طيب يا جماعة أنا بدي أكتفي بهذا القدر في هذا الجانب، اسمحوا لي أنتقل أكمل النقاش في الموضوع عشان نختم اللي هي قصة الـ VRIO، صارت واضحة عندكم يعني بشكل أو بآخر. هذه التقييمات أنا اللي كنت حطيتها بشكل شخصي بناء على توقعاتي، يعني قد ترضي البعض وقد يعني لا يرضى فيها. تكنولوجيا التعليم الإلكتروني الموجودة في الجامعات العمانية ذات قيمة لكنها مش نادرة، وتقليدها غير مكلف، وقد تكون منظمة أو غير منظمة حسب الجامعات وطريقة إدارتها. الخبرة التراكمية لشركة PDO ممكن تكون على الصعيد العماني ذات قيمة طبعا، ممكن تكون نادرة، لكن تقليدها يعني تقليدها ممكن يكون مكلف أو غير مكلف، ما بعرف. منظمة أنا بتستفيد منها بالتأكيد، شركة PDO بتستفيد زي ما حكى الأستاذ حمد، بتدرب بتطور وبتحاول تنقل الخبرات عبر الأجيال. براءة الاختراع الخاصة بشركة جوجل كل الأشياء بتنطبق عليها، سمعة جامعة هارفارد كل الأشياء بتنطبق عليها. تكنولوجيا إدارة الأموال والحسابات المالية للزبائن لدى بنك مسقط ذات قيمة مش نادرة، موجودة عند الآخرين يعني. تقليدها مكلف، ممكن يكون تقليدها مكلف، وهي منظمة بالفعل، البنك بيستفيد منها في إدارة علاقاته مع الزبائن وتحسين مستويات الخدمة المقدمة للزبائن. طيب نشوف مع بعضنا ميزات وفوائد نموذج VRIO، والآن أصبح كلنا استخدمناه مع بعضنا وأصبح واضح يعني كيفية استخدام هذا النموذج وفوائده. يمكن أن يساعد الشركة على تحديد المزايا التنافسية غير المستخدمة للتحول إلى ميزة تنافسية مستدامة. طبعا هذا النموذج زي ما شفنا ممكن أعرف من خلاله أنه هذا المورد ذا قيمة ونادر وصعب التقليد، لكنه أنا ما استخدموش بشكل كويس. إذن أنا لو عرفت أنه نادر وذا قيمة وصعب التقليد، معناته هذا بنبهني أنه هذا المورد عندك يؤهلك لميزة تنافسية، بس أنت مش مستخدم هذه الميزة وبالتالي بتستخدمها. هو أداة لتحليل الأهمية النسبية لأنشطة الأعمال المختلفة، بقدر عن طريقه
لو طبقته على الموارد والقدرات والكفايات الموجودة عندي والأنشطة بقدر أعيد النظر فيهم، أو بشكل نسبي أقول هذا أولى من هذا أو هذا أفضل من هذا وهكذا. يعد أداة مفيدة لفهم الأهمية النسبية لأنشطة الأعمال المختلفة، نفس البند مكرر يعني. وبالتالي نحذف أي. يساعد المديرين على فهم الأنشطة الأكثر أهمية من غيرها، بيساعدنا لو إحنا وصلنا وقيمنا لكل الأنشطة في المؤسسة أو الموارد وكذا بنقدر نعرف مين اللي أهميته أو بنفهمه بشكل أعمق، لأنه بنشوف إنه بعض النشاطات اللي إحنا كنا مهملينها طلعت نشاطات مميزة بتوصلنا لميزة تنافسية، وبعض النشاطات اللي إحنا مركزين عليها طلعت مش كثير أهميتها مقارنة مع أنشطة أخرى. يمكن استخدامه أيضاً لتحديد الفرص والتهديدات المحتملة وترتيبها لتحديد أيها أكثر أهمية. بقول لي ممكن استخدمه في البيئة الخارجية، قدام في البيئة الخارجية ممكن نشير إليه، لكنه يستخدم بنفس الآلية وبنفس الطريقة. يساعد المديرين على اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد من خلال تحديد المناطق التي تقدم أكبر عائد محتمل على الاستثمار، يعني بشوف مين أولى مين أفضل موارد وبالتالي أو أفضل أنشطة وبالتالي بأعطيها أولوية وبسخر لها قدر أعلى من الموارد. يوفر هذا النموذج أيضا طريقة للشركات لتحديد أولوياتها أو أولويات جهودها وبالتالي زيادة الكفاءة وخفض التكاليف. إذن كله فائدة النموذج في تحديد الأولويات والأهمية النسبية مش المطلقة، وفهم الأنشطة ومحاولة الاستفادة من الموارد بشكل أو بآخر. بينما بشكل سريع أيضا محدودية النموذج أو بديش أقول مساوئ لأنها مش مساوئ في النهاية، يعني في جوانب قصور. تغير بيئة الأعمال التي تعمل فيها الشركات باستمرار، يعني البيئة متغيرة باستمرار، وهذا يعني أنه قد يكون من الصعب للغاية تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. أفضل ما يمكن أن تفعله الشركة هو أن تتمتع بميزة تنافسية فقط في المستقبل المنظور. في ناس انتقدوا النموذج وقالوا أصلا الشركات مش ممكن تحقق ميزة تنافسية مستدامة، يعني فرض أنه ممكن نحقق ميزة تنافسية مستدامة مش موجود أصلا. طبعا هذه وجهة نظر يعني قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة. قد لا يكون من السهل تطبيق هذا النموذج على الشركات الصغيرة، هذه مشكلة ثانية، التي هي مجرد شركات ناشئة. الشركات الناشئة طبعا يمكن يكون صعب تطبيق النموذج عليها، قد لا يكون لديها موارد أو قدرات كافية لتحديد أي ميزة تنافسية مستدامة. الشركات الناشئة الصغيرة إيش عندها المفاهيم المركبة والمفاهيم العميقة وحلل الموارد وحلل القدرات وحلل الكفاءات، لا ما عندهمش أصلا كل هال وبالتالي النموذج بنطبقش عليها يعني. وهذا الكلام من محدودية أو قصور النموذج في بعض الجوانب، لا يأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء المنظمة. طبعا هو بتناول إيش؟ يقيم الموارد والكفاءات والقدرات وممكن بعض الأنشطة، لكنه بياخدش بعين الاعتبار الثقافة والهياكل والعمليات والروتين وهكذا. ليس مفهوما واسع الاستخدام. قلت لكم أنا قبل ما نبدأ إنه مش مشهور مقارنة مع سوات مثلا، قد يكون من الصعب استخدامه في الممارسة العملية، وبعض الناس يمكن يجدوا فيه صعوبة في استخدامه في الممارسة العملية. ايش رايكم في الكلام الموجود عنه هنا؟ هل سهل ولا صعب استخدامه يا جماعه هذا النموذج حسب ما مشينا فيه انا وانتو؟ سهل سهل دكتور. يعني مش صعب كثير زي ما الناس بتحكي ولا كيف سالم؟ نعم. ايش تقول يا سالم؟ دكتور الحين عندي سؤال الله يسلمك. على حسب هذه النموذج افترضنا في مؤسسه ربحيه مثل الشركات تريد تطبق هذه النموذج، بس سؤالي من هي الإدارة اللي تقوم بالتحليل المؤسسي
وتطبق على اي عينه بالضبط على اساس تعرف النتيجه؟ لا، هذا التحليل المؤسسي بتقوم فيه الشركه نفسها، يعني بيكون عندها فريق اللي بسموه فريق التخطيط الاستراتيجي، وهذا الفريق قد يكون يشكل لجنه او عده لجان. ومن ضمن الادوات اللي بيستخدمها في التحليل الاستراتيجي تبعه اللي هو الفي ار اي او، هو اللي بيستخدمه ناس من داخل المؤسسه، ومن الممكن انهم يستعينوا بخبرات خارجيه على سبيل الاستشاره يعني. تمام، بس مبدئيا اللي بيطبقوا اللي هو الناس الموجودين في داخل المؤسسة، ومن أبرزهم فريق التخطيط الاستراتيجي. تمام؟ جميل جدا، أحسن الآن أنا خلصت يا جماعة النقاش في هذا النموذج. مين عنده أي شغلة بده يقولها قبل ما ننتقل للنموذج الآخر الثاني في نقاشاتنا؟ في حدا بده يحكي يا جماعة؟ علي سالم رافع ايدك. علي بدر، علي بدر بدك تحكي؟ ايوه دكتور. دكتور اذا نحن مثلا الحين مجموعة طلاب، يمكن ما انت عدى 34 طالب اللي موجودين الحين او 20 طالب موجودين الحين في الكلاس، واختلفنا اصلا في النتائج، فما بالك في مؤسس على مؤسس على كثر اقسامها، على كثر مديريات، على كثر او شركه كبيره. احنا مثل ما اسلف دكتور ان هذا ما يطبق في المؤسسات الصغيره، يطبق في المؤسسات الكبيره على كثر اقسامها، على كثر يعني كيف بيكون حجم الاختلاف. فهذا انا حس هذا التحليل نتيجته مش دقيقه جدا نظرا للاختلاف، الاختلاف اللي هم متخذي القرار او الرؤيه من شخص لاخر. عشان هيك يا أستاذ علي قال لي إنه هذا بيعطيني، بوضح لي الأهمية النسبية، ما بوضح ليش اللي هو شغلات قاطعة يعني. وزي ما شفت أنت وتفضلت إنه إحنا اختلفنا مع بعضنا، وإحنا يعني أنتوا كلكم مطلعين مثلا على البيئة العمانية، اختلفتوا على البي دي أو، ولو خليتكم شوية هتختلفوا على بنك مسقط. هذه شغلة يعني طبيعية، لكن وين الحاجة اللي بتفيد في هذا النموذج؟ إنه بيعطينا تقييم أول بيشجعك إنك تعرف قدراتك وإمكاناتك ومواردك بشكل أفضل، بيساعدك في فهم الأهمية النسبية للموارد والقدرات والكفاءات الموجودة عندك، بيساعدك في فهم واستكشاف الموارد والقدرات اللي انت مش مستغلها كشركة يعني موجودة عندك، بتشكل نقاط قوة نادرة بتعطي قيمة لكنك انت ما بتستخدمهاش بالشكل المناسب، وبالتالي يعني بفيد النموذج زي ما عليه زي ما قاله يعني، مثله مثل كل النماذج الموجودة في العالم الإدارة يعني. تمام يا جماعة؟ مين ضايل رافع ايده بده يحكي؟ لانه في ناس رافع ايديها ومش خلاص خلصت معاها، ولا ايش رايكم؟ سعيد تفضل، ايش بدك تسال؟ يعني ممكن يكون هذا النظام غير شامل، يعني يركز على نقاط محدده فقط. هذا النموذج طبعا زي اي نموذج في الاداره، كل نماذج الاداره فيها قصور وفيها فوائد، يعني بتعطينا فوائد وفي لها قصور. طيب يا جماعة خليني بس أخذ بريك 10 دقائق، على الساعة 11:05 بنرجع عشان نبدأ في النموذج التالي. تمام، على الساعة 11:05 دقائق.